بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء المبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له وتفضله بتلبية الدعوة وبإجابة الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل أسامة محي الدين، مقيم بالرياض، يقول فضيلة الشيخ: هل الملائكة الذين ذكروا في القرآن الكريم على شكل آدميين، وقرأت بأن على يمين الإنسان ملائكة يكتبون الحسنات وعن شماله ملائكة يكتبون السيئات، حدثونا عن ذلك وعن الإيمان بالملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة المذكورة في القرآن والسنة، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وهم من عالم الغيب الذين لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم خلقتهم ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قد خلقهم الله لعبادته، خلقهم من نور وجعلهم أصنافا، كل صنف منهم يقوم بعمل من الأعمال التي وكلها الله إليهم. فالإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونقف عند هذا الحد ولا ندخل في شيء ليس لنا به علم، أهم من عالم الغيب الذين لا يعلمهم إلا الله. ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، يتعاقبون فينا الليل والنهار. ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم مما يضرهم، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بعبدالله سالم يقول: أنا فضيلة الشيخ سأسافر إن شاء الله للدراسة مدة 6 شهور، هل أقصر الصلاة وأجمع أم أصلي كل فرض في وقته عند وصولي إلى تلك المدينة التي سأدرس فيها؟ أقصر الصلاة وتجمع في السير السفر بينك وبين البلد الذي تريد السفر إليه، فتجمع الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وتقصر الرباعية في الطريق ذهابا وإيابا. أما في مدة إقامتك للدراسة فإنك تتم الصلاة ولا تجمعها، لأنك أصبحت مقيما، أخذ أحكام المقيمين، والسفر قد انقطع بهذه الإقامة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: مات لي 3 من الأولاد صغار، 8 شهور وسنة وثلاث سنوات، ولم أعف عنهم، هل يشفعون لي يوم القيامة؟ العقيقة عن المولود سنة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، وكل غلام مرتهن بعقيقته، هي سنة مؤكدة، ولو ماتوا فإنك تذبحها عنهم عملا بالسنة. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بعين ألف ألف يقول: منذ سنوات وأنا أعمل بالتجارة، وقد حصلت على أموال بطريقة محرمة، وأريد التخلص من هذه الأموال الزائدة، أين أصرفها وكيف أنقي أموالي، وهل في ذلك توبة لي فضيلة الشيخ؟ نعم، لا، والتوبة مفتوح، والله يقبل التوبة ممن تاب إليه توبة صادقة. عليك بالمبادرة بالتوبة، والأموال التي تعلم أنها حرام أو يغلب على ظنك أنها حرام فإنك تتخلص منها، وذلك بوضعها في مشاريع نافعة، في مشاريع عامة نافعة، تتخلص منها بذلك، والله جل وعلا يتوب على من تاب. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله أحمد من الدمام يقول: شيخ، هل صحيح بأن الخالة في منزلة الأم في البر وفي الدرجات وفي برها، وهل يجوز الزواج من ابنتها؟ أنا عمري 20 سنة ولها ابنة عمرها 17 سنة، هل يجوز الزواج منها؟ يعني
نعم الحديث صحيح في أن الخالة بمنزلة الأم، بمعنى أن لها حق البر والإحسان إليها والمحرمية ووجود الصلة لها، هي بمنزلة الأم من هذه النواحي. ولك أن تتزوج من بنتها، لأن البنت أجنبية منك، ولك أن تتزوج ببنت خالتك وبنت عمتك. الله جل وعلا يقول النبي: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالات التي هاجرن معك. نعم. سائل خاء ألف يقول: إذا فات المسلم صلاة الفجر في موعدها وقام لأدائها على السابعة صباحا مثلا، فهل يصلي ركعتي الفرض والسنة أم يكتفي بركعتي الفرض؟ إذا نام عن صلاة الفجر غلبه النوم ويريد القيام ولكن غلبه النوم في بعض الأحيان، إنه يستيقظ يبادر بالصلاة ويؤدي الراتبة التي قبلها، لأن هذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قد ناموا عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر وأمر المؤذن فأذن، ثم صلوا الراتبة، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بهم الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فضيلة الشيخ، الذين تعودوا على القيام الساعة السابعة وترك صلاة الفجر وتركيب الساعة على هذا الموعد للقيام لأعمالهم، هل من توجيه؟ هؤلاء لن يصلوا الفجر إذا تعمدوا تأخيرها عن وقتها، فإنهم لم يصلوها على الوجه الذي أمرهم الله. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا أخرجها عن وقتها متعمدا فإنها لا تصح ولا تقبل منه، وعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة في أوقاتها ولا يتلاعب بها. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ سائل يقول: هل قراءة آية الكرسي والمعوذات بعد كل صلاة وصلاتي أيضا الفجر والمغرب وذلك ثلاث مرات تحميه بإذن الله من العين والسحر؟ نعم، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص المعوذتين بعد كل فريضة هذه سنة، وهو ورد يحميه الله به من العدو من شياطين الإنس والجن، هو حرز له. وتكرار السور الثلاث يكون بعد الفجر وبعد المغرب، وأما بعد بقية الفرائض فتكفي قراءتها مرة مرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت بدر تقول: اشتريت جهاز جوال ب1400 ريال، وبعد فترة قمت بشراء جهاز جديد وطلبت من صاحب المحل شراء جهازي القديم ب1200 ريال، واشتريت منه الجهاز الجديد ب1800 ريال، فقال لي البائع: زدني 600 ريال، وأخذ الجهاز الجديد وأعطاني الجهاز القديم، فهل أنا وقعت في محظور؟ السؤال فيه قلب، إن كان معناه أنها أرادت أن تستبدل الجهاز القديم بجهاز جديد مع زيادة نقود عن امتياز جديد على القديم فلا بأس بذلك، ولا يدخل هذا في الربا. إذا باعت جهازا قديما بجهاز جديد دفعت زيادة فرق بين القيمتين فلا بأس بذلك. نعم. أقول مثل ذلك: إذا بعت واشتريت ذهبا بنفس الطريقة، الذهب لأنه يدخله الربا، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، ولا يجوز أن يكون مع أحد الذهبين زيادة. نعم. تقول: طلبت مني أمي أن أصرف لها 500 ريال فئة 50 ريال، لكن وجدت معي فقط 400 ريال وبقي 100 ريال، فقلت لها: أعطيك إياها غدا 100 ريال، هل عملي هذا فيه ربا؟ هذا مصارفة، صرفت 500 ريال فئة 500 ريال ب 500